كان عندي دكتور ومتضايق جدا والناس مش حاسه بالمجهود اللي بنعمله ومش عارف ايه، كلام كبير قوي. النهارده في عياده النهارده كان عندي هذا المريض، مريض دكتور، وجاي انا استاذ وعلمته كده، يقول لي ده احنا تعبنا وبتاع. قلت له بس لو حسيت انك تعبت تبقى مش دكتور. قال لي مش فاهم. قلت له يا ابني، مش هقول اسمه طبعا، دكتور معروف، قلت له يا ابني ده من تلامذتي، العلم بيكبر جوانا زي ابنك بالظبط. قال لي مش فاهم. قلت له انت بتشوف ابنك وهو بيكبر؟ بتشوفه يوم السبت كان كده، الحد بقى كده، الاثنين بقى كده، ولا بتحكي عنه وهو طفل وهو سنه 43 سنة أو 23 وبيتجوز؟ العلم كده بيكبر جوانا من غير ما نحس. العلم بيكبر جوه الإنسان من غير ما يحس، زي الابن كل يوم بتلقط حاجة، كل يوم حاجة، الحاجة دي أنت مش مدونها ولا كاتب، لكن هتيجي يوم تلاقي نفسك ما شاء الله ما شاء الله، قعدت أقنعه إنك أنت ما شاء الله عندك كمية علم كبير جدا جدا من غير ما تدري. طب اكتسبت العلم ده امتى؟ معرفش. بالاخر بقى رحت خبطه بقى، وما اوتيتم من العلم الا قليل.